لما نزلت من الحافلة في محطة الفنيدق أحست بأنها تطأ عالما جديدا. كانت قد انقضت 4 أسابيع على رحيلها، لم يكن في انتظارها أحد، وحيدة كانت لا تحمل متاعا. كان الجلباب الأسود الذي ترتديه يمتص قامتها الضئيلة. غادرت المحطة بخطى فيها الكثير من التردد، مشت كمن يحاول شق طريقه في أرض ملغومة. نظرت في كل الاتجاهات، لم يكن أي من الوجوه التي تمر أمامها يعني لها شيئا. مشت في الشوارع القليلة للفنيدق، نحن في العام 83 900 وألف. أكثر من مرة وجدت نفسها في المحطة الطرقية أو قريبا منها. ثم حل المساء، بدأت الحركة تقل في الشوارع، ثم تراجعت الحرارة، كانت الريح الآتية من البحر باردة. لاحظ الحسن صاحب الدكان المقابل للمحطة أن تلك الفتاة ذات الجلباب الأسود تحوم حول المكان، ظن أنها تائهة. مظهرها يوحي بأنها في 12. كان يجمع بضاعته استعدادا لإقفال دكانه. اقتربت منها، نظرت في واجهة الدكان، قالت له أريد بسكويت، أشارت بأصبعها إلى نوع معين. أحس الحسن هو الذي شب وها هو شاب الآن في ذلك الدكان أن ما يهم الفتاة أن تفاتحه في موضوع يشغلها. ناولها علبة البسكويت التي أرادت، ثم بادرها بالسؤال، من أين أنت يا فتاة؟ نظرت إليه بخجل وقالت من مدينة بعيدة. من أين؟ من الجنوب. كانت وجنتاها قد اتخذتا حمرة الورد. هل لديك عائلة في الفنيدق؟ لا يا سيدي، أنا جئت لوحدي أبحث عن عمل. تبحثين عن عمل؟ وما الذي تتقنينه من أعمال؟ كل أشغال البيت. نظر إليها الحسن بعين فاحصة، ألم تتعلمي؟ ذهبت إلى المدرسة، ولما بلغت القسم الرابع انقطعت. أطرقت برأسها ثم أضافت، كان علي أن أنتقل إلى مدرسة أخرى بعيدة عن قريتنا. كان الحسن شبه شارد، توقفت عيناه عند تلك الرسوم الصفراء التي تزين غطاء الرأس الأسود الذي تحمله الفتاة. لعله تذكر شيئا ما، ثم فجأة عاد من شروده ذاك. وأين تسكنين؟ سكتت، ولما لاحظ طول صمتها تطلع إلى وجهها، كانت تبكي. دنا منها وتحاشى أن تلمسها يداه، كانت له بنت في مثل سنها، آلمه أن يراها تبكي. ثم لما هدأت قليلا قالت له يا سيدي لقد وصلت اليوم ولا عنوان لي. في نطقها ما يشي بأنها أمازيغية. في تلك الأثناء رفع آذان العشاء في مسجد في الجانب الآخر من الطريق. كان الحسن قد حسم قراره، سأخذك معي إلى المنزل، لدي بنت في مثل سنك. لم تتكلم الفتاة، لعل خجلها منعها من الكلام. هزت رأسها بالموافقة. قال لها الرجل انتظريني عند باب المسجد، بعد الصلاة سأخذك معي إلى البيت. ثم انطلق إلى المسجد، تركها في الباب. كل الذين مروا من هناك تطلعوا إلى ملامحها، لم تكن تلك الوجوه تعني لها الكثير، ولعلها لم تكن تعني لها شيئا. راجعت نفسها، كانت تتساءل كيف وثقت بالبقال. صحيح أنه رجل يبدو عليه الوقار، ولكن في النهاية استسلمت إلى خيارها ذاك، لم يكن أمامها من خيار سواه، إما سقف يحميها البرد أو العراء وربما ذئاب بشرية. ثم شد سمعها الإمام وهو يقرأ سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. كانت تحفظها عن ظهر قلب. تذكرت معلم القسم الثاني واستظهار سور القرآن. قالت في نفسها إن هذه الصورة تدفع إلى الأمل والرجاء والثقة بالله، هو الذي يعلم وحده كربتها، وهو القادر وحده على أن يفرجها. غمرتها لحظات روحانية،
ثم بدأ المصلون يخرجون من المسجد. كان الحسن في جملة آخر من خرجوا، فقد دأب على ألا يبرح المسجد إلا بعد أن يصلي ركعتي الشفع وركعة الوتر. كانت تراقبه وهو خارج، ولما خطى بضع خطوات تحركت نحوه. تقبل الله صلاتك عم، الله يرضى عليك، هيا بنا إلى البيت. أخيرا وجدت من يؤويها، وللمرة الأولى وهما في الطريق سألها: ما اسمك؟ فاطمة. مرحبا بك يا فاطمة. بعدها صمت الرجل. لم يكن منزله بعيدا، كان في أعلى تلة تشرف على الطريق إلى طنجة. لما بدأ الصعود في طريق مطربة انطلق نباح كلب. قال لها: لا تخافي، اتبعيني، الكلب لن يقترب منك. في أعلى التلة في ضوء خافت من مصباح فوق الباب كانت تظهر امرأتان لم تكن واضحة ملامحهما. تقدم الحسن ملقيا بسلام، ولم ينتظر أن تسأله تلك التي بدت زوجته، بادرها بالقول: هذه فاطمة ضيفتنا. مرحبا، قالت المرأة، ثم تقدمت نحوها وقبلتها أربعا، قبلتين على كل خد. ثم تقدمت تلك التي بدت ابنته، قالت أمها: هذه بنتي حفيظة. تقدمت إليها، وكما فعلت أمها قبلتها أربعا هي الأخرى. ما أن تخطت الباب حتى أحست بدفء افتقدته منذ أيام، دفء المكان ودفء الإنسان. كانت المرأة واسمها عائشة وابنتها حفيظة تتكلمان بلهجة شمالية راقت فاطمة، رحبتا بها. لاحظت أنهما كما كان الحال في بيت أسرتها أعدت الشاي. كان أول ما قدمتاه لها، ومعه خبز من قمح شهي وزبدة. كانت زوجة الحسن تلح على الفتاة في الأكل، ثم بعد حين أحضر العشاء. كان طاجين سمك طهي على الفحم. بعد العشاء دعتها حفيظة إلى غرفتها، قالت لها: إنك ضيفتي، في الغرفة فراشان. في الصباح لما استيقظت كان الحسن يجلس إلى مائدة الفطور مع زوجته، جاءت برفقة حفيظة. كان لها الاختيار بين الشاي والقهوة بالحليب، وعلى المائدة صحون فيها زبدة ومربى وزيت زيتون. كان خبز القمح ساخنا، أكلت فاطمة دون أن تزيد عن الحاجة. ولقد خمل الحسن أن تكون تلقت تربية جيدة. نهض الرجل، كانت الساعة تقترب من التاسعة صباحا. نظرت إليه، كان في عينها سؤال التقطه الحسن. قال لها: ستبقين هنا في البيت إلى أن يجعل الله لك مخرجا. قالها ثم مضى. كانت زوجته قد علمت منه في الليلة الماضية أن فاطمة فتاة جاءت إلى الفنيدق تبحث عن عمل لتساعد أسرتها، وقد تحاشت عائشة أن ترهقها بالأسئلة. فاطمة التي كانت عيناها تنضحان فطنة سعت هي الأخرى إلى إشباع بعض فضول حفيظة. قالت لها: إنها بنت أسرة قروية من الجنوب، وإنها قررت الهجرة إلى الشمال والبحث عن عمل في البيوت لمساعدة أسرتها. حرصت على أن لا يحيد كلامها على ما قالته للحسن بالأمس. أمضت يومها تساعد عائشة وابنتها في أشغال البيت وإعداد طعام الغذاء. لاحظت أن الحسن لم يأتي، خمنت أنه بقي في دكانه. كان اليوم يوم خميس، ثم جاء في المساء بعد صلاة العشاء. قال لها إنه وجد لها أسرة تشتغل عندها ولكن في المضيق. تبسمت ولم تتكلم. أمضت فاطمة ليلتها تلك تبحث عن ملامح لأفراد تلك الأسرة التي ستشتغل عندها في المضيق. كان تفكيرها كل تفكيرها يتركز على النساء اللواتي ستتعامل معهن. لم تكن تولي كبير اهتمام للرجال، إذ عادة ما يترك شأن الخادمات للنساء. كانت حفيظة بنت العم الحسن قد أغرقت في النوم، وكان الظلام الكثيف الذي عم الغرفة يمحو من أمام أفكارها كل الحواجز والممنوعات. أعادت شريط خروجها من القرية. تذكرت أمها إنها تراها كما لو هي في حضنها. تذكرت أباها وتقاطيب وجهه،
واستحضرت صورة إبراهيم شقيقها كان الأقرب إليها بين أفراد أسرتها. المسافة بعيدة بينهم الآن. في الخارج كانت الريح المقبلة من الساحل تلف حول شجرة التين ثم تمضي بعد أن تزغرد لها الأغصان. نامت فاطمة. استيقظ الحسن باكرا، اغتسل وصلى الفجر والصبح. مضت عيشة زوجته إلى إعداد الفطور، رغائف دقيق القمح الخالص، تعلم أن الحسن يعشق أكلها مع العسل والشاي الأخضر بالنعناع. تعودت عيشة على انشراح محياه لما تقبل بها عليه. نهضت فاطمة من فراشها، كان ضوء النهار قد بدد ظلام الليل. سمعت صوت الحسن وهو يحادث زوجته، كانت حفيظة قد استيقظت قبلها. اليوم يوم جمعة، هو يوم العطلة الأسبوعية للحسن، سيظل دكانه مقفلا. لما أقبلت عليهم وجدته قد ارتدى جلبابه الأبيض. قال لها مبتسما بلهجته الشمالية: أسرعي يا فاطمة، تناولي فطورك كي نذهب إلى المضيق، سأصلي الجمعة هناك إن شاء الله. احمرت وجنتاها خجلا كما يحدث للصبايا في مثل عمرها. جلست إلى جانب حفيظة. لما نهض الحسن بدا لها بجلابته البيضاء رجلا آخر غير الذي رأته في الدكان قرب المحطة. قال لها: سأنتظرك عند الباب. تناولت فطورها بسرعة ثم وقفت. كانت ترتدي جلابتها السوداء كما وصلت، لم تكن لديها ملابس أخرى. عانقت عيشة وحفيظة وشكرت لهما حسن ضيافتهما. قالت: لن أنساكما. نزلت من عينيها دمعتان. نظرت إلى حفيظة فإذا هي تبكي. كانت أمها تمسح دمعة لم تقاومها. مشت خلف الحسن حتى وصل المحطة. ركب سيارة أجرة مع أناس آخرين. عمت رائحة العطر الذي وضعه العم الحسن السيارة بينما كان يأتي من الراديو كاسيت ترتيل ممتع للقرآن. الركاب ينصتون في صمت. طوال الرحلة إلى المضيق ظلت مبهورة بتلك المناظر الجميلة التي تمر بها الطريق. تارة يقترب البحر وأخرى يتوارى وراء كثبان من رمل زينتها أعشاب متناثرة. لما نزل تبعته، كان يسرع الخطى وقد راعها أنه يقصد مركزا للدرك الملكي. خافت، هل يريد تسليمها إلى الدرك؟ هل كانت استضافته لها في بيته حيلة؟ هل يعلم من تكون ومن أين جاءت؟ دوامة من الأسئلة. في لحظة من تلك اللحظات الحرجة فكرت في الهروب. الهروب إلى أين؟ كان يصدر من أعماقها صوت غريب خالت أن الحسن سمعه. صرفت فكرها عن الهروب. فرجل بمثل طيبوبة العم الحسن لا يمكن أن يريد بها شرا. تقدم إلى باب مركز الدرك، كانت خلفه مباشرة. في الباب دركي ألقى الحسن بالسلام ورد الدركي بتحية عسكرية: أريد مقابلة لجيدون رادي، الحسين الرادي. تفضل، إنه في المكتب الثاني على اليمين. دخل الحسن، تبعته الفتاة مشدوها، فهي لم تدخل قط مقرا للدرك. في قريتها كان لا يقصد مقر الدرك إلا من لديهم نزاعات حول الأرض أو أشياء أخرى. تقدم الحسن إلى الباب الثاني على اليمين، كان مفتوحا. في مكتب توسط القاعة جلس ضابط بلباسه الأنيق، كان يطالع أوراقا على المكتب، ولما أحس بهما رفع بصره. أهلا الحسن، مرحبا. نهض من مكتبه وصافحه بحرارة. أيقنت فاطمة أنهما يتعارفان منذ مدة. نظر إليها وقال: أهذه هي؟ نعم سي الحسين، مرحبا بك يا ابنتي. فاجأها بكلمات الترحيب كانت تكاد تتنافر مع مظهر الحزم البادي عليه. ما اسمك؟ أجاب الحسن مكانها: اسمها فاطمة وجاءت من الجنوب. تبسم الضابط. احمرت وجنتاها خجلا كما يحدث للفتيات في مثل عمرها. ستظل فاطمة تذكر تلك اللحظات. كان السي الحسين الراضي يقطن سكنا وظيفيا قريبا. ودعها الحسن، أرادت أن تعبر له عن شكرها ولكن الكلمات تمردت في حلقها. نظرت إليه بعينين دامعتين. طلب منها السي الحسين أن ترافقه.
تبعته إلى منزله الذي لا يبعد كثيرا. كانت الساعة تقترب من 11. في البيت سيدة في متوسط العمر، كذلك بدت لها، كانت من طينة تلك النسوة اللواتي ترتاح إليهن النفس وتطمئن، كانت تفيض أمومة. قال لها: هذه زوجتي الحجة فضيلة، هي التي ستدلك على ما ستفعلين. تقدمت منها فاطمة، سلمت عليها، طلبت منها الجلوس على كرسي في المدخل. سألتها: ما اسمك؟ فاطمة. من أين أنت؟ من الجنوب، من نواحي أجدير. وكأنها توقعت منها أسئلة أخرى، بادرت إلى القول: لقد جئت إلى الشمال أبحث عن عمل حتى أساعد عائلتي. كانت الحاجة فضيلة تهيئ الكسكس، وبتلقائية رافقتها فاطمة إلى المطبخ. أنت من سوس إذن؟ نعم الحاجة. مرحبا بك يا ابنتي. في المساء تعرفت فاطمة على باقي أفراد الأسرة، كانوا 3 بنات وولدان. كانت فاطمة قليلة الكلام، وقد لاحظت الحاجة فضيلة أنها تتعامل بسلاسة مع أشغال البيت وتلقائية لم تعهدها في خادمات سابقات. كانت تبدو وكأنها ترعرعت وسط عائلة غير ذات فاقة. شكت الحاجة في أمر بحثها عن عمل لمساعدة أسرتها، ولكنها سرعان ما تراجعت. هي تعلم أن أغنياء كثيرين انقلب عليهم الزمن وصاروا في عداد الفقراء. في أوقات فراغها كانت تطيل النظر إلى الشارع كمن ينتظر قادما. مرت سنة على رحيلها عن القرية، كانت في بيت الحاج الحسين الذي ينحدر من عائلة معروفة في المغرب الشرقي، تحس بالأمان. وذات مرة طلبت من الحاجة أن تمكنها من الاتصال برقم هاتفي كانت تحتفظ به في ورقة. استغربت الحاجة الأمر، ولكنها لم ترد طلبها. ركبت الرقم الهاتفي، ولما بدا لها أن الاتصال قد نجح ناولتها السماعة. كانت تتحدث باللهجة السوسية، وكانت الحاجة تفهم بضع كلمات. بعد حين رأتها تبكي، لم ترد أن تتدخل، ولما أنهت مكالمتها سألتها الحاجة: ماذا يبكيك يا فاطمة؟ أمي ماتت. لا إله إلا الله، احتضنتها الحاجة. ستعلم منها لاحقا أنها من إمن تانوت. قالت إنها ستعود إلى قريتها. مساء ذلك اليوم أفضت بسرها كاملا. للمرة الأولى علمت منها الحاجة أنها تبلغ من العمر 18 سنة، وأنها تنحدر من أسرة تملك ضيعات فلاحية في إمن تانوت. أخبرت الحاجة بأنها ما اختارت العمل في البيوت إلا لتوفر لنفسها ملاذا آمنا. كانت تعلم أن في الشارع ذئابا تمشي على 2. كانت المفاجأة الأكبر أنها زوجت رغما عنها لرجل في 70 من العمر. قالت إن حسابات عائلية تدخلت في ذلك. لم تمكث معه سوى 1.5 شهر، ولما تسنى لها الهروب هربت. كان شقيقها إبراهيم سندها الوحيد، ولكنه لم يكن يقوى على إبداء رأيه. لما هربت ساعدها في الوصول إلى المحطة، وترك لها رقما هاتفيا، ذاك الذي اتصلت به، وكان هاتف مقهى القرية ذاك الذي يديره. في الغد سلمتها الحاجة مالا كان أجرتها، أضافت إليه مبلغا آخر. ودعتها أسرة الحاج الحسين كما لو ودعت إحدى بناتها. كانت الرحلة طويلة إلى إمن تانوت. لما وصلت كان المنزل غاصا بالمعزين. علمت أن والدتها لم تصمد أمام مرض ألم بها. لما انتهت فترة العزاء كانت تتوقع أن يأتي ذاك الذي زوجوها إياه ليجبرها على العودة إلى بيته. كانت تعلم أن والدها غاضب كما لم يغضب من قبل يوم هربت، ولكنه جاء إلى غرفتها ذات صباح، جاء معتذرا: لن ترجعي إليه، ولتكن معركة. أحست أنها عادت إلى ركن حصين. بعد أسابيع طلقوها منه. كانت في منتصف ربيعها 18.